إذا حكينا على الفحص المائي للمبادرات لأوعية الضغط بشكل عام، نحكي على الفحص المائي للمبادرات الحرارية بشكل خاص، واللي نقصده هنا المبادرات الحرارية الموجودة بداخل المصافي، ليست المبادرات الحرارية الموجودة بأي مكان آخر. لسنا في صدد الكلام على أنواع المبادرات الحرارية وأنواع رؤوس المبادلات وأنواع التبادل الحراري اللي يصير في هذا المقام، ليس هذا المطلوب. إذن نحكي على الفحص المائي، إذن نحكي على الهيدروستاتيك تيست الخاص بالمبادرات الحرارية. مثل ما تعرفون المبادرة الحرارية هي جزء مسؤول عن استثمار الحرارة خلال العمليات التشغيلية. هذا الفانكشن الرئيسي مالت المبادلة، أو جزء مسؤول عن تبريد بعض المنتجات قبل خروجها أو قبل خزن. طيب احنا ندري أثناء عمليات التشغيل أنا لازم أوصل في بعض المواد إلى درجة حرارة عالية، هذه الحرارة بعدين أنا مضطر أنه يعني أتركها أو أبردها بحيث أفقد هذه الطاقة. فهذا السبب اللي خلانا نجيب مبادلة حرارية، ندخل مادة منا وندخل مادة منا، هاي تطلع منا وهاي تطلع منا، بحيث أنا أستثمر الحرارة الموجودة بالفلويد لتسخين فلويد آخر أنا محتاجة بعمليات أخرى. يعني أنا محتاج التو فلويدز اللي تمر بداخل المبادلة، هذا محتاج يسخن وهذا محتاج يبرد، فلهذا أمرر هذا على هذا، هذا بداخل الأنبوب وهذا بخارج الأنبوب، يصير عملية نقل حرارة بالكوندكتينج بالتوصيل بين من خلال جدران الأنابيب، فهذا يسخن وهذا يبرد وراح أحقق اللي أنا أريده. هذا مبرده ومستثمر الحرارة مالته، وهذا مسخنه وأيضا أنا محتاجة حتى أسوي به عملية تشغيلية أخرى. هذا الفانكشن الأساسي مال المبادلات. المبادلات ليست لأغراض الخزن، ليست لأغراض الضغط، ليست لأغراض ليست مضخة، هي ليست كابسة، ليست وعاء. كل المطلوب من عندها أنه تسوي تبادل حراري فقط، ليس هناك شيء آخر. حتى عمليات كيميائية ما مطلوب من عندها تسوي، ولا أكو مبادلات بالعالم تسوي عمليات كيميائية. العمليات الكيميائية تصير بالمفاعلات، بالأوعية، بالأبراج، هناك تصير. أما المبادلات الحرارية مطلوب من عندها فقط، وليس هناك غرض آخر هو التبادل الحراري حتى أستثمر الحرارة، حتى ما أخسر درجات الحرارة الهائلة اللي أوصل لها بعض المواد النفطية. طيب الفحص المائي هو يعني المطلوب من عنده أنه التأكد أن المبادلة تعمل أو ستعمل بشكل ناجح وبدون نضوحات أثناء التشغيل. تعرفون من يصير نضوح بالأنبوب يخرب لي الشغلتين، يخرب لي الفيد ويخرب لي البرودكت، يخرب لي المادة الداخلة ويخرب لي المادة الطالعة، يخرب لي اياها من جانبين، يخرب لي اياها تلوث، لانه راح يصير اختلاط، ويخرب لي اياها راح يعني يسوي فلكتويشن بدرجات الحرارة. اوكي، يعني راح يطلع ليك منه زائدا الضغط. ضغط ينخفض، حرارة تخربط، فضلا عن التلوث اللي يصير. والتلوث اذا تسألون المشغلين راح يوصفوا لكم فتح حوادث عجيبة غريبة. مثلا اذا
إذا يصير تلوث بعض مبادلات الدهون، شوفون برج التبريد يصير بي طبقة من الدهن أو طبقة من الجريز أو طبقة من الشمع، تخلص منها مزعج جدا، لازم يسوي أوفر فلو برج التبريد، فد وصاخة وفد قذارة كرمون، يعني فد تلوث ما لا أول ولا لا آخر. من ليك بسيط مبادل، ليك بسيط مبادل يجمع 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 مع الوقت يسوي لي هاي المشكلة، يقلل الإنتاج، يضعف الطاقة، يأخرنا، ياخذ وقت، يكلف. هاي الأمور أنا أريد تخلي، أنا أريد تخلونها ببالكم لما تفحصون المبادلة، اعلموا إنه فحص المبادلة لازم يصير بسيكونس دقيق جدا، وقناعات المهندس الفاحص فيصل بعملية نجاح المبادلة من فشلها. طيب ندخل بتفاصيل الفحص المائي. كلكم شايفين مبادلات بالعين، شايفين صورها، بس نحكي على أجزاء المبادلة حتى نكون هذا الـ 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 هاي القشرة أو الشيل. طيب عندي هنا التيوب بندل، أو حزمة الأنابيب، عندي الفلوتينج هيد، أو الرئيسة من الرأس الغاطس، ترجمة حرفية. عندي الشيل كفر، غطاء القشرة، وعندي من هالجانب اللي هو تشانل، عندي شانل كفر. هذه الأجزاء الرئيسية. طبعا زائد براغي الربط. عادة بارتيشن هنا. على سنة قراص المبادلة قرص صغير قرص كبير، قراص المبادلة قرص صغير قطرة صغير، وقرص آخر أكبر شوية. قرص صغير يصير القطر الخارجي مالته بقطر القطر الداخلي مال الشيل، والقطر الكبير بقدر القطر الفلنجي الخارجي. طيب اتهمنا هاي الأجزاء، البندل تدخل أول مرة بداخل المبادلة، تجميع أول شيء يدخل البندل. اوكي العفو، هذا يفترض يكون بهالطريقة، من هاي الجهة الصغير ومن هاي الجهة الكبير. يدخل البندل بشكل أو بآخر، بعدين الفلوتينج هيد يربط على هنا، يربط على القرص الاول، بعدين هذا يربط على الشيل مال المبادله، بعدين نربط هذا الشانل على الجزء الثاني اللي هو يربط هذا القرص مع الشيل مال المبادله، بعدين الشانل كفر يربط هنا. هالشكل تجمع المبادله. نجي احنا هسه
للفحص المائي مالت المبادر اللي هو يتكون من 3 مراحل. الفحص الاول اللي هو الشيل سايد، الشيل سايد الماء خارج الانابيب. طيب هذه المبادلة، هذا الشيل، منا عندي التيوب شيت، هنا عندي مربوط الشانل، هنا عندي مربوط فت قرص يسمونه تيسترينج، ما شانل هذا الشيل، هاي الأنابيب. المي هنا هذا مفتوح، ناكل شو ماكو، خلينا نصور هالشكل. الماء خارج الأنابيب، التيست بريشر، بالنيو كونستراكشن 1.5 في الديزاين، بالان سيرفيس 1.33 في الماكسيموم الاوابل وركينج بريشر. نربط مجموعة فحص هنا، صمام وتشيك فالف، ونضخ ماي هنا، اكو جيتش يأشر لي قيمة الضغط. السيكونس كالاتي، يفترض الشيل معزول بسدادات وقتية بلايندات، ونضخ الماي بداخل الشيل، قلنا الماي خارج الأنابيب. طيب يستدعونا يقولون اكو مبادلة يحتاج لها فحص، نروح نشوف المبادلة. يفترض ان المبادلة صاعد بها ضغط لحد الديزاين بريشر، السيكونس اللي حكيناه اولا. هذا الهيدروستاتيك، هذا الديزاين. عادة هم يصعدون لحد قيمة التست بريشر ويستدعونه. اللي يفترض نسوي احنا مو الحاصل حاليا، الحاصل حاليا يختلف شوية. اللي يفترض نسوي نخلي الضغط بالديزاين بالهيدروستاتيك بريشر، نتركه 25 دقيقة، بعدين ننزل الديزاين، وبعدين نروح ندور على النضوحات. طيب يصعد الضغط لحد الهيدروستاتيك تيست بريشر، ننتظر 25 دقيقة. قبل لا نبلش بالانتظار نروح نفتش عن النضوحات، فتش على النضوحات بهاي الأماكن، هذا المكان، هذا المكان، فتش على النضوحات بداخل الأنابيب من هالجهة، وبداخل الأنابيب من هالجهة. يفترض داخل الأنابيب ماكو أي نضوح، ولا أكو يعني خلينا نرسم في التفصيل الصغيرة هنا.
هذا داخل الأنبوب. المي هنا وأنا جاي باوع هنا. أوكي، لازم منا مي ماكو، صفر. أوكي، ولازم منا أيضا مي ماكو. منا المي منين يجي؟ يجي بسبب رولينج، ومنها يجي بسبب ثقب الأنبوب. منو بيكم رايح فحص مبادلة؟ يس، أتوقع عندكم أسئلة أكثر من غيركم. ما رايحين فحص مبادلة؟ رايحة. ومن يومكم الأوكي لو جانكم مهندس وياكم أنت. فالمخاوف من النضوح أثناء الفحص الأول هو من هاي الأماكن، من هذا مكان الرولينج، ومن هذا مكان إذا أكو ثقب بالأنبوب يجي الماي منه ويطلع، فراح أشوفه أنا قدام عيني، راح يصير قدام عيني من جانبين مبادلة، جانب الشانل ومن جانب التيسترينج. أوكي، إذا أكو أنبوب بيليك واضح الليك ما يقبل الغلط، ألغي من يعني أضربه بلك سدادة، ندقها بجاكوتش، تدخل بداخل الأنبوب، تغلق هذا المكان. يفترض إلغاء الأنابيب، دق البلاكات، يصير من جانب أول مرة، من جانب واحد، بعدين أروح للجانب الثاني، من يطلع ماي من الأنبوب أتأكد أنه فعلا بيليك وألغي الجانب الثاني. من لغاية الجانب الأول والجانب الثاني، طلعت هذا الأنبوب من اللعب، أصبح هذا الأنبوب ملغي، ليس له دور بالتبادل الحراري، دخل بداخل أجزاء الشيل، بعد لم يعد أنبوب إفكتيف بالتعامل الحراري أو بالتبادل الحراري. أوكي، بمعنى أنه من لغاية أنبوب انخفضت كفاءة المبادلة بنسبة 1 على عدد الأنابيب. أوكي، مسموح إلغاء 10% من الأنابيب فقط. بعدها قضية مو يمكم، يا مدير الفحص، انتو من توصل الأنابيب 10%، يعني اذا عندي مثلا المبادلة 100 أنبوب، اذا لغيت 10 انتهى الموضوع، بعد المبادلة تصبح فاشلة ويفترض انه تحال الى اما ريتيوبينج او استبدال البندل بشكل كامل. ليش؟ لأنه 10% تعتبر مؤشر خطير على أنه المبادلة وصلت لمرحلة من الإعياء، بحيث ما منها فائدة بالتبادل الحراري. عادة تصمم المبادلات، يعني ليش هاي 10%؟ تصمم بكفاءة 110%، بحيث إذا لغينا 10% نبقى إحنا بالسيف سايد، بالمية بالمية من التبادل الحراري المطلوب من هاي المبادلة. أوكي، طبعاً هذا التبادل الحراري 110% على أساس أن المبادلة نظيفة جديدة ما بيها أي مشاكل ولا بيها أي ديفكت. ليش؟ لأنه أي صاخة على الأنابيب راح تصير فيلم فوق الأنابيب أو داخل الأنابيب، يعني الصاخة سواء من بطن الأنبوب تجي أو من ظهر الأنبوب، هذا راح يقلل عملية التبادل الحراري بسبب الشوائب اللي تصير من داخل الأنابيب. نعم. إذا قبل 10% بس النسبة ما تربكات متركزة بسكشن واحد. هاي 10% مثل ما قالت الست، يفترض إنه تكون يعني تحسب بطريقتين، تحسب لكل المبادلة وتحسب لكل مسار. عادة المبادلة، هسه أرسم لكم مسارات المبادلة شلون تصير بالنسبة للشيل وبالنسبة للتيوب.
نعم. نفترض بعد 25 دقيقة نزل الباب بس ليك ما إن شاء الله هسه نجي لفلان لا التفاصيل هسه اللي هنا انتهينا. خليني أرسم المسارات مالت المبادلة وحتى نحكي على طريقة ال هنا رابط التيست رينج أنا وهنا عندي رابط الشانل المسار مالتي الشيل طبعا هذه حزمة الأنابيب هنا تدخل المادة بالشيل منها تنزل لجوا تصعد بهالطريقة هذا يسمونه هذا يسمونه بفل يصير معرقل لمسار الجريان لغرض زيادة التبادل الحراري هذا الغرض من هاي البارتيشن فيجري بهالطريقة وبعدين تطلع منها هاي المادة هاي الشيل انلت هذا الشيل اوتلت اوكي التيوب التيوب تدخل المادة منها تفوت بداخل الأنبوب تخرج الجانب الثاني تنعكس بهالاتجاه تخرج من هذا الأنبوب الآخر وتطلع منها هذا تيوب إنلت تيوب إنلت تيوب أوتلت اوكي فالتيوب هو بطن الأنابيب والشيل هو ظهر الأنابيب بس حتى نفهم هاي الجزئية أوكي أثناء عملية الضغط وأثناء عملية الإلغاء طبعا الأنبوب لما راح ألغي راح يطلع بليك راح ينزل الضغط فأنا يعني أثناء الفحص وإلغاء الأنابيب أتحرك بين الديزاين وبين الهيدروستاتيك بالنسبة للبريشر أقصد القيمة يعني مثلا إذا عندي الديزاين 10 بار الهيدروستاتيك راح يصير 15 بار اتحرك بين ذين الضغطين بين 10 وبين 15 ما
ما دام عندي الضغط بهال ومن هذا الرينج انا الغي بالانابيب ما عندي مشكله. استقرت حالتها ارجع اوصل لحد ال 15 لحد اقصى قيمه وانتظر. الاستاذ قال اكو نزول بالضغط ولكن ليك بالنظر ما جاي اشوف. ايضا هذه ملاحظه مهمه، حسب الستاندر يسمح بالنضوح من الاماكن وقتية الربط اثناء الفحص. وكل من قال لكم ممنوع قلوا له انطينا دليل. الستاندر يقول مسموح النضوح من الاماكن التمبراري كونكشن، مسموح النضوح من عندها، ولكن ليس هذا الكلام ليس مطلق. نضوح بسيط، قطره بسيطه ما جاي يقدرون يربطونها البايفيتريه او الريجاريه لا باس. اما نضوح صب الماء يصب لا، هذا ما نضوح. لازم انت النضوح يعني ما تحتاج معه تعيد تضغط المبادله، لازم يعني اكو يعني لازم الضغط ستيبل ثابت ينزل بين فترات طويله مع النضوح لا باس. لكن اما انا اجي اقولهم مثلا هذا بلايند فلنج هنا اذا بي قطره اذا ما تقطعون القطره ما افحص، هذا كلام لا يطابق الستاندر. واذا رجعتوا بهذا الكلام الي انا اقول لكم ارجعوا وافحصوا على الليكات، على ان يكون الليك من temporary connection وليس final connection مثل هذا المكان مثل الشيل مع التنل. final connection هذا بعد اذا قلت اوكي بعد ما حد يتحرش بي، هذا الليك من عنده ممنوع زيرو، ما بيها مدال ولا دروب. اوكي، وهذه مكتوبه، هاي الفقره مكتوبه بالستاندرد تقدرون ترجعوا لها. ما يحضرني بالضبط وين مذكوره، ولكن هم مذكوره متاكد من عندها مثل ما دي اشوفهم قدامي. طيب طبعا مع الخبره مع تطور الخبره ومع تطور السنوات المهندس يصير عنده فد ملكه لاجراء الفحص المائي اكثر من المهندس المستجد، هذا ما من عنده شك الكلام. ولكن تبقى التوقيتات اللي المحدده للفحص المائي يجب ان تحترم حتى اذا عندك خبره. ما مسموح لك تنقص فتره الهولدنج تايم مالت الضغط، يعني مو بكيفك حتى اذا صار عندك خبره ما تنزل فتره الهولدنج تايم عن المنصوص عليه بالستاندر. اوكي، ولا تنزل قيمه الضغط اكثر من القيمه المنصوص عليها بالستاندر. الخبره تتيح لنا انه نباوع على اماكن يعني دائما تطلع من عندها نضوحات، تتيح لنا الخبره انه ما يغشوننا جماعه الفحص، يربطون ربطات مو صحيحه او يعني يحاولون يسوون يغطون علينا بعض الاماكن اللي بيها نضوحات. طيب المكان اللي قلنا نضخ من عنده الماي للشيل، قلنا اكو صمام هنا وقلنا اكو تشيك فالف وقلنا منا نضخ الماي، هذه ايضا الشبكه مشموله كتمبرري كونكشن. اوكي، فاذا بيها قطره بيها فتشي بيها لا باس ما لم ياثر هذا النضوح على ثبات الضغط. اما اذا قام ينزل بشكل ليس هناك امكانيه لاجراء الفحص الهيدروستاتيكي بشكل مرضي، لا اقول له اقطع، ما يقطع اقول له ما اقدر افحص سوري. تبقى لي يم تقريركم انتم كمهندسين فحص. اوكي، اني كويستشن؟ يس. تعتمد على عددها،
تعتمد على حجم المبادلة. ايش قد ايش قد حجم المبادلة؟ يعني ايش قد مثلا المبادلة حجمها ايش قد؟ شم متر مكعب حجمها مترتين 3 × 10 × 15 متر مكعب. من 15 متر مكعب القطرة ما تأثر، العشر قطرات ما تأثر، بس العشر قطرات من متر مكعب تأثر. طيب هذا هذا جانب. الجانب الثاني، هل المبادلة مغلفة أم لا؟ تأثير الحرارة على المبادلة، تأثير الشمس أثناء الهيدروستاتيكس أيضا أكو تأثير، ممكن ما تحسونه هسه بالبداية، بس مع استمرار الخبرة ومع الشدمانات المتكررة راح تحسون بتأثير الحرارة، يعني خاصة على على يعني الوادلات المعرضة للشمس واللي والما مغلفة. أيضا واحد يركز على هاي النقطة شوية. تعتمد من بندل الأخرى، من مبادلة الأخرى، عدد الأنابيب حجم المبادلة، واللي يحدد كم دروب تنزل الضغط. يس سؤال بس، عدد الأنابيب مكتوب يعني عن المبادلة؟ احنا قلنا يس احنا قلنا بالمحاضرة السابقة لفحص أوعية الضغط، قلنا قبل أن نروح لأي عملية فحص مائي، لأي عملية فحص لازم نقرأ الدوكومنت مال هاي المعدة، لازم نراجع تقاريرها السابقة، لازم نعرف كل تفاصيل المتوفرة عنها. نروح للمكتبة نطلع الداتا شيت مالتها، نطلع الملف مالها، هنا عندنا بالفحص الهندسي نسأل من ذوي الخبرة شنو صار على هاي المبادلة. بالتأكيد لما تروح انت تفحص المبادلة تعرف رقمها، تعرف عدد أنابيبها، تعرف آخر فحص شنو صار بيها، تعرف جد عدد الأنابيب الملغات بيها، تعرف تاريخها سلبي إيجابي، تعرف المادة اللي بالشيل والمادة اللي بالتشوب شنو، إذا ماي، إذا هيدروكربون، إذا ستيم، إذا كوندنسيت، إذا 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 كل الأشياء الأخرى. لازم أتعلم كل التفاصيل قبل لا أروح أبحث المبادلة. أوكي شكرا. Any question؟ Yes. إذا صار الإلغاء كله بسكشن واحد. نعم. شنو الإجراء؟ إذا صار الإلغاء بسكشن واحد، هذا السكشن كم تيوب بي؟ وليكن مثلا 10 أنابيب هذا السكشن بي 10 أنابيب، إذا لغيت واحد وصلت 10% باي باي. المبادلة لم تعد صالحة، لم تعد صالحة، نعم. ويعني انخفضت كفاءتها بالمستوى اللي ما تقدر تواكب تشغيل اليونت. احنا بالنسبة لنا كمهندسين اذا رحنا نفحص هيك مبادلة وصلت 10% نقول له اوقف، نزل الضغط، نقول لهم روحوا نكتب مذكرة او نجي ننطي خبر للمدير القسم او نسوي تقرير بحيث هم يشوفون هل يستمرون نستمر مع هذا الوضع نخفض طاقة الوحدة ام عندنا مثلا بندل احتياط نبدلها ام ماكو بندل احتياط يفتحونها يسوون ريتيوبينج فقط للانابيب الملغات. يعني كواية حلول وهي يعني لطالما تصير تآكل متمركز في بارتيشن معين لسبب أو لآخر فيتتلف الأنابيب بذاك البارتيشن. يعني ممكن من جانب آخر احنا مو فقط نروح نفحص، نروح نشوف بعيوننا. واحد الله ناطي عيون اثنين مو وحدة حتى يشوف، ناطي عيون اثنين وناطي حلق واحد حتى يشوف مرتين يحكي مرة، إذا نات اثنين يسمع مرتين ويحكي مرة. صدقوني هاي الفنكشن. فلازم واحد يعرف يروح يعرف يشوف نوع المعدن مال المبادلة شنو، الفلويد اللي بيها شنو، ما هي أنواع التآكل المتوقعة تحدث بهاي المبادلة، تاريخ المبادلة من حيث التآكل، كم بندل بدلت أنا خلال 15 سنوات الماضية. لازم هاي الأمور كلها واحد مستحضرها أثناء فحص المبادلة بحيث من يفحص ويخلص يكتب تقرير يشفي الغليل، بحيث من يشوفه مسؤولك أو رئيس شعبتك أو مدير قسمك يقول والله هذا مهندس مجد. طيب إذا ماكو سؤال ننتقل للمرحلة الثانية لو تردون ترتاحون كافي. الفحص الثاني اللي هو التيوب سايد، الماء داخل الأنابيب
هذا معزول، هذا معزول، راح اضخ ماي منه. نلقيتش. طيب المي داخل الانابيب، اي مكان اشوف من عنده الانابيب ماكو، مغلقه تماما من هذا الجانب عند الفلوتينج هيد. ومن هالجانب الشانل، وايضا الشانل كفر كله مربوط. جزء واحد اللي هو الغير مربوط اللي هو هذا الشيل كفر. اوكي، فاقدر اشوف هنا، اقدر اشوف منه ايضا، اشوف منه ايضا. هاي عين، رمز مال عين. النقطة الرئيسية هنا الاعتماد على هبوط الضغط. لغرض ال 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 الرفض والقبول، الاعتماد تقريبا 90% على قيمة الضغط. اكو مكان تطلع من عنده في ماله، واكو ليك بالانابيب راح نلاقي. طبعا هذا ما مربوط، ما موجود، هذا هايد او ما موجود. ممكن الشيل مفتوح عندنا هنا، اذا اكو ليك بالانابيب يطلع لي منها. اذا هذا حدث راح ينزل الضغط، ينزل الضغط والمبادلة فاشلة. ممكن بكثير من الحالات اكو قطرات هنا والجيج ثابت ما ينزل، يبقى يم تقدير الفاحص ليش هذا الشيء يصير. اولا احنا قلنا اكو بارتيشن هنا، العفو، اكو بفل هنا وليس بارتيشن. هذا المي حتى يخلص يحتاج لوقت طويل حتى يخلص. طيب اجراءات الفحص المائي واحد ورا الثاني بوقت ليس طويل، يعني بضع ساعات، ثلاث اربع ساعات يجهز الفحص الثاني، هم مستعجلين يردون يفحصون. فبعد اكو قطرات مي باقيه بالشيل جاي تسارع وتطيح هنا، ولكن الشيء الحد الفاصل بين قبول هاي القطرات من رفضها هو الجيج ما ينزل والضغط ثابت لازم نفسه، ما عندي كل مشكلة. أشيك الربط الـ أيضا قلنا هنا بهاي الحالة، بالحالة الفحص الثاني النضوحات من التمبراري كونكشن مهمة جدا. ليش؟ لأنه يعني راح تسوي لي تأثير مباشر على الجيتش، وأنا اعتمادي على الجيتش، فأضطر شوية أقللها إلى أقل ما يمكن. يبقى عندي أيضا تقديري أنه هل هي هاي القطرات هي اللي نزلت الجيتش أم لا. السؤال اللي طرحته أسيل، إيش قد عدد القطرات اللي تنزل الضغط؟ قلنا يعتمد على حجم المبادلة. طبعا من الخبرة ومن مرافقة الناس أكثر منكم خبرة، شوي شوي راح يصير عندكم فد اكسبيرينس لا بأس بها بهذا الموضوع. هذا الفحص الثاني. الفحص الثالث نرجع على الفحص الأول، ولكن مع ربط الشيل كفر كل أجزاء المبادلة مفحوصة ما عدا هذا الكونكشن، ما عدا هذا الكونكشن، هذا وهذا. هنا اكو براغي حتى
حتربط الشيل كفر مع الشيل، يرفع لها ضغط بقدر الشيل تيست، يعني بقدر ضغط الشيل الديزاين بريشر مال الشيل في 1.5، ونشيكها في 20 دقيقة مع الوضوحات باي باي. لابد من عند هذا، هي هاي الشكل السيكونس مال فحص المبادلات بهالطريقة. نقطة يعني تتطلب الذكر هنا، يمكن ما تلقون هذا السيكونس موجود بأي ستاندر، أوكي، ولكن تجدون نقاط عامة للفحص المائي مال المبادلات بالتيما ستاندر هو أكثر شيء، وأيضا بالسكشن 8 ديفجن 1 أو 2 آدم سكشن 8 ديفجن 1 أو 2 أو تيما ستاندر. أكو كم أي بي آي يحكي على هذا الموضوع، ما عندي تفاصيل كاملة عنه، ولكن احنا مثل ما قلنا كل ما موجود من معلومات بالكود وبالستاندر هي المينيموم ريكويرمنت، هي ادنى المتطلبات، نضيف عليها لا بأس، نحذف منها ممنوع. فهذا هو الفحص المتعارف عليه بكل المنشآت النفطية العراقية على اقل تقدير من يوم جينا احنا للدنيا لحد الان، صار 30 سنة، اكثر من 30 سنة. كل اساتذتنا القدماء الفريق الانصاري وحكمة جعفر وغيره وغيره وبدري كانوا يفحصون بهاي الطريقة وكتبوها ضمن أبجدياتهم. اللي ولو تشوفون هذا كتاب الفحص الهندسي في المنشآت النفطية القديم، النسخة القديمة كانت موجودة. طيب بعد مما يعزز هذا الكلام يقول إنه هذا الكلام منطقي وليس خارج وليس خارج المواصفات القياسية العالمية رغم عدم وروده بهالتفصيل بيها. مؤخرا لما جاي ننظم او ننظر لموضوع الفحص المائي مال المبادلات الاف سي سي، وهو تدرون به مشروع عظيم، شرحنا لليابانيين وجهات نظرنا بهذا الموضوع واقتنعوا بها وقالوا صح احنا باليابان ما نسوي هالشكل، ولكن هو هذا السيكونس اقرب للصح من السيكونس اللي جاي نسويه احنا، لانه ليش هذا راح يطلع لك الاخطاء الموجوده بتركيب المبادله او اذا اكو تاكل باجزائها بشكل مفصل وبشكل تدريجي اثناء ربط المبادله، يكون افضل مما ربط المبادله كلها مره واحده والفحص يصير مره واحده. واذعنوا الى قراراتنا وراح يسوون كل هاي التفاصيل بالمشروع، راح ينفحص مثل ما احنا نريد. وهذا ايضا دليل على انه طبعا هذول مو ناس بسطاء، اكيد ناس علماء وناس على مستوى على الاقل تقدير اعلى من مستوى عماد بالفحص الهندسي، واقتنعوا بكلامنا ومشت الامور بهالطريقه. حتى اكو اجراءات راح تصير بعض التغييرات على بعض اللحامات والبلكات والدرين والفينت راح تصير مجددا وببعض الكلفه البسيطه من اجل انه هذا الموضوع يمشي مثل ما احنا نريد.